يا أصدقائي، معكم سامو. طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، اليوم الفيديو يا أصدقائي أخيرا 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 تسريبات نار عن تحديث عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي الثالث يا أصدقائي. تخيلوا اليوم يا أصدقائي رح أحكي لكم كتير أشياء وأيضا تسريبات عن هذا التحديث، تسريبات مؤكدة، وأيضا راح أشارككم بعد التلميحات وأشياء، وأيضا راح أقول لكم موعد نزول التحديث. فيبي أصدقائي الفيديو راح يكون فيديو مهم وفيديو نار 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 نار، لأنه تحديث عيد ميلاد اللعبة من أجمل وأروع التحديثات. لازم تشاهدوا الفيديو للآخر يا أصدقائي على مود تقدرون تفهمون كل شيء. شوفوا حتى لبس هذه القبعة تبع الأعياد الميلاد، وحتى تبع عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي، وحتى هاي البالونة من تحديث عيد ميلاد اللعبة. فأكيد يا أصدقائي لازم تشاهدوا الفيديو للأخير عن مود تفهمون كل شيء بالضبط. وأيضا راح أشارككم فيديو مسرب من شركة لعبة بيكاكس يا أصدقائي. وقبل ما بلش هذا الفيديو، بليز بليز لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وأيضا تنشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم. هذه الحركات ما تكلفكم ولا شيء، مجرد ثواني فقط. وترى الاشتراك ما يكهرب، وترى اللايك مجاني يا أصدقائي. وقبل ما نبلش الفيديو اريد اخبركم انه بيكاكس دي ضافت لي هنا لحظة فيديو تبع تحديث موسم الحشرات. فيلي ما يعرف تحديث موسم الحشرات فهو نزل، فيبي اصدقائي روحوا شوفوا هذاك الفيديو اذا لسه ما شفتوه. وايضا وريتكم مكان صندوق السري به جواهر يا اصدقائي، وايضا يعني وريتكم هواي اشياء وجولة بالتحديث الجديد والايفن باس وكثير شغلات. فهذاك الفيديو كثير مهم، روحوا شوفوه يا اصدقائي. وبس هسه خلونا نبلش بالفيديو. So let's go. بالبداية يا أصدقائي أكيد موجودين ناس يشاهدون حاليا هذا الفيديو لكن ما حضروا للتحديث السابق والتحديث الأولاني تبع عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي. أنا رح أحكي لكم عن تحديث عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي الثاني. رح أحكي لكم الأشياء اللي كانت على مود تقدرون يعني على مود تتحمسون أكثر. أنا كنت حاضر يا أصدقائي وأيضا كنت أصور فيديوهات. أول شيء كان هنا الروبوت هذا متغير، كان لابس مثل هاي القبعة، والسماء كانت متغيرة والأرضية كانت متغيرة، كان كل شيء متغير وكل شيء جميل. وكانت بيكاكس دي ايضا ضايفه هنا يا اصدقائي جزيره جديده، جزيرتين، يب جزيرتين. كانت واحده منغلقه، يعني كانت تفتح كل ما نلعب اكثر، وبعد ايام كانوا ينفتحوا. وهنا كان سباق كبير يا اصدقائي، سباق طويل باركور، كنا نلعب يا أصدقائي ونحصل من عنده على عملات التحديث. وأيضا يا أصدقائي في التحديث عيد ميلاد اللعبة كانت عملة مخصصة للتحديث. وأهم شيء يا أصدقائي كان لحظة البرج هذا متغير، كان متغير يا أصدقائي تماما، كنا نصعد من هنا نقفز، وكان هذا البرج مو مكتمل بالبداية، كان كل ما نقرب من هيك يكتمل يكتمل. وأكيد كانت في إيفن باس مثل هذه الإيفن باس، لكن إيفن باس متغيرة بها يعني أشياء تبع عيد ميلاد اللعبة وأشياء نار يا أصدقائي. وأيضا كانت يا أصدقائي ملابس جديدة، ملابس بشحن وملابس مجانية نحصلها بعملات التحديث. وأيضا يا أصدقائي كان في كودات وأشياء نار. لحظة رح أراويكم مثلا الملابس، فشوفوا يا أصدقائي الملابس المجانية، لكن هذه السنة أكيد رح تكون أكيد رح يكون متغير تماما. شوفوا مثلا هذه هي الملابس، شوفوا يا أصدقائي. أوكي لحظة رح أرجع الملابس اللي كنت مرتديها بالبداية. فا أوكي كان في كتير ملابس مجانية وروعة وخرافية. وأيضا يا أصدقائي كانت بيكاكس دي ضايفة تطبيقات هون نقدر من خلالها نحصل على ملابس مجانية وآتات وبلالين.
فيا أصدقائي، هذه من بعض الإضافات اللي كانت بالتحديث الماضي تبع ميلاد لعبة بيكاكس دي الثاني، لكن هذه المرة راح يكون تحديث متغير تماما، وأكيد راح تكون إضافات جديدة، فتحمسوا يا أصدقائي. وهسا خلونا نروح نشوف الفيديو تبع بيكاكس دي اللي نشره دريد بوي في صفحته بالإنستغرام وبالتيك توك، فليتس جو يا أصدقائي. فهذا هو الفيديو المسرب يا أصدقائي، الظاهر هذا فيديو عادي، فيديو شورتس عادي، لكن به أشياء. لو حاولنا يا أصدقائي نلاحظ راح نلاحظ أشياء مستوحاة من تحديث عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي. خليني أرويكم هذه الأشياء. أول شيء نلاحظ لو حاولنا نقرب يا أصدقائي من الجهة اليسرى راح نلاحظ كيكة. هذه الكيكة كانت بتحديث عيد ميلاد اللعبة، فهذه هي يا أصدقائي. والتلميح الثاني بالفيديو، لو حاولنا نقرب على الجهة اليمنى راح نلاحظ كرسي من تحديث عيد ميلاد لعبة بيكاكس دي الثاني، أي خلف البوابة الجديدة. والتلميح الثالث والأخير، ولو قربنا وحاولنا نشوف فوق البوابة تبع الجزيرة الجديدة راح نلاحظ قبعة من تحديث عيد ميلاد اللعبة. فبعد ما شفنا يا أصدقائي الفيديو وشفنا كل شيء، فهو الظاهر فيديو عادي لكن شفته كان به تلميحات. ويا أصدقائي قبل لا ينزل تحديث عيد ميلاد اللعبة أذكركم كان في تلميحات، مثلا راح أذكر لكم مثل هاي التلميحات. هنا كان في روبوت كان قاعد يصلح، ومن بعدها فهمنا انه تحديث عيد ميلاد لعبة قريب، والروبوت كان يصلح ويزين هذا الروبوت ويغيره، فمثل ما قلت لكم فهو راح يتغير تماما. وهنا ايضا يا اصدقائي هنا موجود، كان موجود هيك روبوتات، وهنا ايضا موجود هذا الروبوت. هسه فهمت يا اصدقائي هذول الروبوتات هم ليش حاليا قاعدين هنا وشني قاعدين يسوون يا اصدقائي. حاليا عرفنا السر تبعهم، وايضا موجودين هنا. لحظة اوكي، هناك موجود مكان صندوق السر الثاني فما راح اخده هسه. اوكي خلونا نكمل الفيديو. اوكي هنا موجود روبوت، فهنا يا اصدقائي ايضا راح يضيفوا اشياء، لكن ما اتذكر هنا شني راح يضيفون بالضبط. ربما اشي جديد، ربما محل جديد، ربما اشياء جديدة، فما ادري. وهسه راح تسألوني سامو هنا اصلا ما موجود الروبوت، يعني هنا هذه المرة يا اصدقائي المفروض يكون هنا، لكن هذه المرة موجود في مكان لحتى بيكاكس دي ما تلفت الانتباه تبعنا. لحظة راح اراويكم مكانه. مكانه يا اصدقائي فهم موجودين فوق البرج، فلازم نصعد فوق البرج على مود اراويكم، فراح استعين بخدعة يا اصدقائي، فراح اسوي الخدعة وارجع لكم. فهس يا أصدقائي سويت الخدعة، شوفوا يا أصدقائي حتى هذيك الشجرة حصلتها من تحديث عيد ميلاد اللعبة الثاني. هسا خلونا نروح ونصعد للبرج، يلا 1 2 3 وترى هذول هم الروبوتات. صراحة هو روبوت واحد وهنا موجود يعني قاعد يزين هذا البرج ويغير منه، لأنه راح يتغير تماما وراح يصير أجمل من التحديث الماضي، لأنه أكيد بيكاكس دي صار عليها تطورات، وبيكاكس دي كل مرة قاعدة تتطور، فأكيد راح يكون إضافات جديدة وأشياء جديدة. وأكيد يا أصدقائي راح تكون إيميلات وتسريبات قبل التحديث، فراح أشارككم إياها في أحد الفيديوهات. بس لما تشاركني إياها اللعبة إن شاء الله راح أسوي لكم إياها، وأتوقع الرقصات اللي قلت لكم عليها في أحد الفيديوهات هذا الفيديو راح تلاقوه بالتعليق المثبت، غالبا تقدر تنزل في تحديث عيد ميلاد اللعبة. وهسه يا أصدقائي راح تسألوني متى راح ينزل هذا التحديث. يا أصدقائي هو راح ينزل بشهر 9، هو راح ينزل يا أصدقائي بمنتصف شهر 9. وبس يا أصدقائي هذا كان هو فيديو اليوم، أتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وبس مع السلامة، باي باي، سلام.